نوشي تسريح صحفي في الصباح هكا في الصباح في الصباح مستعد للاستقالة. الورقة حمراء زرقاء صفراء ورقة حمراء حمراء لراشد الغنوشي ورقة حمراء. محمود البارودي توت سويت ورقة حمراء رفيق علاش هاو قالك نستقيل شوية عاد في الحوار لا لانه هاو هاو باش نتفاعلوا معك نتفاعلوا مثالش مثالش فيك حمراء اجبد كلاش اجبد كلاش حمراء واعتقد انه هذا حوار الوداع لراشد الغنوشي لأنه العنوان أدعو رئيس الجمهورية للعودة للدستور ولن أتأخر في الاستقالة، ولكن اللي يجي في والختير ختير 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 جدا إن شاء الله خير هو اللي مكتوب في الحوار، هو اتهام واضح وصريح لرئيس الجمهورية أنه هو عطل اللقاحات عندما يقول الحمد لله أننا تجاوزنا الوضع الصحي الخطير، ولكن لماذا لم يقع تجاوز الأزمة الصحية قبل 25 جويلية؟ الإجابة بسيطة جدا، لأن الرئيس لم يقم بأي جهد أو دور دبلوماسي لجلب اللقاحات، وقد تبين بعد ذلك من ذلك أن الرئيس كان يخطط لانقلابه انطلاقا من الأزمة الصحية. معناتها هذا في حد ذاته لابد من فتح تحقيق في الكلام اللي قاعد يتقال. ايش معناتها؟ معناتها رئيس الجمهورية تسبب في وفاة آلاف التوانسة لأنه كان يخطط للانقلاب. راشد الغنوشي حتى وقت اللي جاي طبها أعماها، وقت اللي قال باش نستقيل المرة هذه يظهر لي ماهوش باش يستقيل، المرة هذه يظهر لي باش يمشي المفردة بهالحوار اللي يتهم فيه التوانسة. وش يقول زادة في الحوار؟ وأنا أعتقد أنه من أخطر الحوارات وذي اللي نجم يقود الحرب أهلية، وقت اللي يقول اتصلت بالصديق المشيشي أصبح صديق، ويقول أنه تعرض للإهانة يوم 25 جويلية. أنا حسب رأيي أنه هذا كيف لابد أنه يجاوبنا عليه على روحه هو على المشيشي. قال اتصلت بالصديق هشام المشيشي وأكد لي أنه يوم 25 جويلية تعرض للإهانة في قصر قرطاج. هذا يلزمنا نعرفوه، أنه المشيشي يخرج يتكلم إذا تعرض للإهانة لابد أنه يعرضوه للإهانة، هما بيدهم يتحاسبوا. ولكن إذا كان كلام من فراغ حسب رأيي لابد على راشد غنوشي أنه يتحاسب على الكلام هذا. مع الأسف أنا كنت نتمنى أنه نبقى نقرأ في العنوان ويقول والله عمل مراجعة ذاتية وكان سبب هو في المشكل، ولكن مع الأسف بعد ما قال لن أتأخر في الاستقالة هو يتهم مباشرة رئيس الجمهورية في وفاة آلاف التوانسة وفي إهانة رئيس الحكومة وما إلى ذلك. من ندعوكم أنكم تقرأوا الحوار بتاع زميل صديقنا. أنا علاش أنت مشيت طول خليل حنش ويزم بفرد علاش الخطاب هذا؟ خاطر الخطاب هذا تعرفش معناه؟ لحظة محمود لحظة خلينا نتفاعلوا معك. وأنت معناها كنت إنسان ضد نظام ذات يوم وبوك تخلل الحبس ونجم نتناقشوا أفكار، قول الكلام هذا مردود عليه. نجم نقول لك أنا مثلا غنوش اليوم أكد أنه ما يحشمش، علاش؟ على خاطر هو رئيس حكومته اللي كان يدافع عليه وقت اللي هو يعوم في الأوتيل توانسة قاعدة تموت. أنا كنت عملت فيديو شهيرة وقلت فيها للرئيس تحرك وبرا جيبنا وغيره، ولكن قناعة مني أنه الناس اللي قاعدة تحكم وقت قاعدة تتعارك نهضة وعبير ومشيشي وغيره، والرئيس في قصره صلوحياته نتاع الدبلوماسية الخارجية قادر يخليهم وحدهم على رويحهم ويمشي يجيبه، لكن هما المسؤولين قبل الرئيس هما اللي في الضمان. دونك يتكلم اليوم على ناس قاعدة تموت كان موت وراء خاطر انتو ما فشلين، خاطر انت غنوشي لم تتحرك ولا مشيت للقطر ولا لتركيا ولا لغيره وما جبت النجدة لقيح وما عملت حتى شيء. الرئيس لمنيه خاطر أيسنا منكم، أما انتو ما الحاكمين بأمركم وقتها. هذا واحد. أما أنا نهزوها للحبس محمود، هلا هالديسكور اللي تحبوا تسوقوا له اليوم، أنا جو بريفير يسيروا دي ديراباج في دي ديكلاراسيون ونقعدوا بلاد ديمقراطية يا صديقي، باش ما نرجعوش إجا هنا ومشي هنا واش بقلت في سيت وما قلتش في سيت. لا مش قال في سيت، رد بالك هكا مالك محمود. تهمة خطيرة، ماتوا آلاف التوانسة اليوم يا أخي. تهمة ألم يقل في المرزوقي أنه عميل وهو رئيس القوات المسلحة وأنه يتخابر مع قطر وأنه يتخابر وأنه سكيرجي وأنه كذا وأن ألم يقل في يقل فيه وهو رئيس القوات المسلحة؟ يا أخي تحبوا الحقيقة ولا تحبوا الظلم؟ إيه سامحني، إيه معناتها نتمداو ما نتمداوش. أما مش تصريح جريدة كرونيكول يقول يزمو بفرد مش ترقع هما هم امورهم شي يعملوا امانه من السجن وكل ما مش فكر نحب نسوغلها اليوم في تونس. هذه قناعتي انا حاسب رايي، تصريح خطير جدا. انا بالنسبه
بالنسبه ليا السيد هذا لم ما فهم شيء، معناه خرج الناس 25 جويليا يكسروا في البلاد على خاطر حركه النهضه وفشلها في الحكم، مازال اليوم انا استقيل. اذا قريت شويه انا من الديكلاراسيون قال لك علاش انا بركه مش الناس الكل، مازال عنده ثقه الغنوشي انه يخرج يقدر ينجم اليوم يحكم في تونس ولا بحزبه هو مازال ينجم يحكم في تونس. هذا سيد صار خارج هو جزء كبير من خارج خارج التاريخ والجغرافيا وكل شيء، اما السجن ديما مش احنا اللي ندعيوا له يا محمود، مش احنا اللي ندعيوا له في بلاتو. تراجع تراجع على الكلام.